لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصوت مسموع يا جماعة ولا إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع رابع حصة من حصص منهج العلوم الصف الأول الإعدادي. فأنا طبعا الحصة النهاردة مراجعة، تمام؟ قلنا النهاردة مراجعة على الوحدة الأولى، تمام. مين ذاكر يا جماعة؟ حد ذاكر ولا إيه؟ طب حد ما ذاكرش؟ تمام. طيب عامة احنا هنسأل النهارده، ماشي؟ مين بقى مستعد يسأل؟ تمام. خدنا يا جماعة الأول الاتحاد الكيميائي وعرفنا إن العناصر قسمناها للفلزات ولا في الذات خضر ابراهيم. وخدنا ان في نوعين من روابط كيميائيه. ماشي حضر ابراهيم. عامه يا جماعه انا في اخر المحاضره هسيب لكم لينك صفحتي على الفيسبوك، هتلاقوا عليها جميع المذكرات بتاعتي وهتلاقوا عليها مذكره المراجعه النهائيه بتاعتي، تمام؟ ان شاء الله رجع مع بعض ونقفل الوحدة الأولى النهاردة. قلنا إن الرابطة الأيونية بتنشأ بين عنصر بيفقد وعنصر بيكتسب، يعني بين عنصر إيه وبين عنصر إيه؟ حد عارف؟ عنصر فلزي وعنصر غير فلزي. الفلزي بيفقد، تمام، واللا فلز بيكتسب، تمام جدا. طيب الرابطة الأيونية يا جماعة بتتكون مركبات ولا عناصر؟ مع يا جماعه؟ تمام. قلنا ان الرابطه الايونيه بتكون مركبات. مركبات للسبب يا جماعه، لانها طبيعي كلنا عارفين ان المركب ذراته مختلفه. طيب الرابطه الايونيه بتنشا بين عنصر فلزي وعنصر لا فلزي، طبعا ذرات مختلفه، فبالتالي الرابطه الايونيه لا تكون الا مركبات. متفقين؟ خدنا بعد كده يا جماعه الرابطه التساهميه. الرابطه التساهميه قلنا بتنشا بين ذرات عناصر لا فلزيه، يعني مفيش عنصر بيفقد ومفيش عنصر بيكتسب، الاثنين لا فلز، ما بيحصلش فقد واكتساب، بيحصل مشاركه بالالكترونات، تمام، تشارك. فبالتالي لو كانت الذرات زي بعض، زي مثلا هنقول هيدروجين وهيدروجين، فاكرين لما قلنا الهيدروجين عندها الكترون واحد بتشارك ذره هيدروجين كمان، تمام، وبيتشاركوا مع بعض، صح كده يا جماعه؟ مش قلنا ان هما بيتشاركوا مع بعض كده، صح كده؟ تمام. دي ذرات متشابهه زي بعض، هيدروجين وهيدروجين، فبالتالي هتكون لي ايه؟ رابطه تساهميه بالشكل ده اللي بنعبر عنها بالشكل H2، كونت لي عنصر او جزيء الهيدروجين، يبقى اذا كونت عناصر، تمام. مش شايف يا ابراهيم؟ اعمل ريفرش يا ابراهيم، سامعني؟ قلنا يا جماعه بعد كده لو كانت بين اتش عنده الكترون واحد وبين سي ال عنده في مدار الطاقه الاخير 7 الكترونات، 2 4 5 6 7، ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ اللي بيحصل ان هما بيتشاركوا مع بعض كده كده، صح كده يا جماعه؟ طيب في الحالة دي أنا عندي هيدروجين وعندي ذرة كلور، عناصر مختلفة، فبالتالي هتكون مركبات. يبقى الرابطة التساهمية تكون أحيانا عناصر إذا كانت
الذرات متشابهه هيدروجين مع هيدروجين تكون مركبات اذا كانت الذرات مختلفه. تكون مركبات اذا كانت الذرات ايه مختلفه. بيجي سؤال علل في الامتحان يقول لك ايه، علل الرابطه الايونيه ينتج عنها مركبات فقط بينما الرابطه التساهميه ينتج عنها مركبات وعناصر. الاجابه بتاعتنا هتكون لان الرابطه الايونيه تنشا بين ذرات عناصر فلزيه وعناصر لا فلزيه، يعني عنصر بيفقد وعنصر بيكتسب، فبالتالي اكيد مختلفه. لكن الرابطه التساهميه قد تنشا بين عناصر متشابهه فتكون عناصر، او عناصر مختلفه فتكون مركبات. في مشاكل يا جماعه؟ تمام جدا. الصورة واضحة يا جماعة عندكم ولا ايه؟ صورة المذكرة كده واضحة عندكم ولا ايه؟ تمام. خدنا مع بعض يا جماعة في أول درس إن عدد العناصر عندي 118 عنصر. تمام؟ قسمنا العناصر لفلزات ولا فلزات. الفلزات يا جماعة قلنا إن هي عناصر صلبة ما عدا الزئبق فهو سائل. تمام؟ بينما اللا فلزات في منها طبعا الصلب زي الكربون والكبريت، في منها الغاز زي الاكسجين والهيدروجين، في منها السائل وهو العنصر السائل الوحيد في اللافلزات وهو البروم. انا عندي فلز سائل اللي هو الزئبق، عندي لافلز سائل وهو البروم. تمام. الفلزات كلها جيده توصيل للحراره. تمام. اللافلزات رديئه التوصيل للحراره. الفلزات لها بريق معدني بتلمع يعني بتبرق، بينما اللافلزات ليس لها بريق معدني. تمام. الفلزات جيدة للتوصيل للكهرباء، بينما اللافلزات رديئة التوصيل للكهرباء ما عدا الكربون. يبقى الكربون هو العنصر اللافلز الوحيد جيد التوصيل للكهرباء، بيصنع منه طبعا الأقطاب الموجبة في البطارية. تمام. طبعا الفلزات قابلة للطرق والسحب والثني، زي مثلا اسلاك النحاس اللي موجوده بتاع الكهرباء ده يا جماعه، اصلا بتكون عباره عن ماده خام، فبالتالي بيحصل لها عمليه سحب في المصانع فبيكونوا منها الاسلاك. تمام. دي فكره السحب. طيب بينما اللافلزات غير قابله للطرق والسحب، لو دقيت عليها تتكسر، يعني مثلا لو معاك حته كربون لو دقيت عليها هتتفتت، صح كده؟ طيب الفلزات، قلنا الفلزات يا جماعه جميعها في مدار الطاقه الاخير يا اما واحد او اثنين او ثلاث الكترونات. تمام. اللافلزات في مدارها الاخير خمسه او سته او سبعه، يبقى اكتر من اربعه. طيب بكل بساطه اللي في مدار الطاقه الاخير اللي هو الفلزات واحد او اثنين او ثلاثه، اللاف اللي يفقد ويكتمل ولا يكتسب ويكتمل؟ يفقد. برافو. لان هو عنده واحد او اثنين او ثلاثه، اللاف اللي يفقد الواحد بدل ما يكتسب سبعه، صح كده؟ يبقى بالتالي الفلزات كلها هتفقد، لكن اللافلزات يا جماعه خمسه او سته او سبعه اكيد هتكتسب. برافو. تمام. طيب اللي بيفقد يا جماعه بيتحول لايون ايه؟ اللي بيعطي الكترونات بيتحول لايون موجب. برافو ابراهيم. تمام جدا. برافو يا جماعه. لكن اللي بيكتسب بيتحول لايون سالب. تمام؟ طبعا قلنا الفلزات زي الصوديوم والنحاس والالومنيوم. اللافلزات زي الكربون والكبريت والهيدروجين والاكسجين. تمام؟ طيب تعالوا مع بعض نعرف يعني ايه ايون؟ ايه الفرق بين الايون والذره؟ يا مستر طب ما هو مفيش فرق. ايوه معاك، مفيش اي فرق بين الايون والذره. الايون هو الذره لكن بعد الفقد او بعد الاكتساب. تمام؟ يعني مثلا انا عندي ذرة زي ال NA11. تعالوا ننظم مع بعض. حاضر يا ابراهيم. 2 8 1. دي ذرة عنصر فلز يا جماعة، لما تدخل التفاعل الكيميائي ايه اللي هيحصل؟ هتفقد الواحد عشان تكتمل تستقر، هتبقى NA2 8 بس. طب راح فين الواحد؟ طب ما هي فقدته عشان تستقر. هي فقدت كام؟ فقدت الكترون واحد، فبالتالي
هتحمل شحنة موجبة واحدة، تمام؟ طيب دي ذرة صوديوم، دي ذرة ايه؟ صوديوم. طب وده مش هو فقط هيبقى ايون موجب، ايون ايه؟ موجب بالظبط. مين اللي اكتر يا جماعة؟ انا عندي البروتونات زي ما هي 11، لكن الالكترونات كانت 11 طلعت ب 10، بقى الموجب، الموجب اكبر من السالب، يبقى ايون ايه؟ ايون موجب، تمام. طيب تعالوا نشوف بقى ذره عنصر لا فلز سي ال، كلها فلزات اديها شحنات سالبه على قد اللي اكتسبتها. بالظبط يا ابراهيم، بالظبط، تمام. طيب سي ال 17، تعالوا نوزع مع بعض يا جماعه، 2 8 7، فاضل له كام ويكتمل؟ اكيد باقي له الكترون واحد، هو في مدار الطاقه الاخير 7، يعني باقي له الكترون واحد، هيبقى 2 8 8، والسي ال ده يا جماعه هتحمل شحنه سالبه علشان اكتسبت الكترون واحد، ده هيبقى دي طبعا ذره كلور، لكن دي ايون. سالب ولا موجب؟ سالب، تمام، قلنا اللي بيفقد موجب واللي بيكتسب سالب. طيب طب ما ده ايون اهو، ايون مش كام ذره بس بقى بعد ايه؟ بعد الاكتساب. وده ايون مش كام ذره؟ كام ذره بس بعد الفقد. يبقى الايون يا جماعه هو ذره عنصر فقدت او اكتسبت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. الايون هي رابطه تنشا بانتكاس، تمام. لما نيجي نعرف الايون يا جماعه هنقول الايون هو ذره فقدت او اكتسبت الكترون او اكثر. الايون الموجب يا جماعه، طب الموجب بقى ذره اكيد فقدت، الموجب هو ذره عنصر فلز والفلز بيفقد، ذره عنصر فقدت الكترون او اكثر، لكن الايون السالب ذره عنصر اكتسبت الكترون او اكثر، تمام. في سؤال علل يا جماعه بيقول لك تميل ذرات العناصر علل لما ياتي، تميل ذرات العناصر الى فقد او اكتساب او المشاركه بالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي. كل اللي بيحصل في التفاعلات الكيميائيه يا جماعه سواء كان فقد او اكتساب او مشاركه هدفه كله ان الذرات تكتمل. طب هي مستر عايز تكتمل ليه؟ عشان تستقر، تمام؟ يبقى حتى يكتمل مستوى الطاقه الخارجي بالالكترونات، تمام؟ عايزين نعمل بقى مقارنه بين الذره وبين الايون. قلنا الذره هي اصغر وحده بنائيه للماده يمكن ان تشترك في التفاعلات الكيميائيه، لكن الايون ذره فقدت او اكتسبت الكترون او اكثر. طيب الذره يا جماعه مستوى الطاقه الخارجي لها مكتمل ولا غير مكتمل؟ الذره، طيب عامه هي مكتوبه غلط هنا يا جماعه، هي الذرة مستوى الطاقة الخارجي لها غير مكتمل عشان كده بتخش في التفاعل الكيميائي، صح كده يا جماعة؟ لكن الأيون فاهمين يا جماعة؟ هو يعني بلاش تمشوا، يعني أنا كاتب بس في المذكرة، هي غلط في المذكرة عامة أنا هصلحها، بس عامة الذرة أكيد غير مكتمل لأنها كده كده بتدخل في التفاعل الكيميائي، صح؟ لو مكتمل خلاص استقرت مش هتدخل في التفاعل، صح كده؟ يبقى الذرة مستوى الطاقة الخارجي لها غير مكتمل، بينما الأيون هو إيه؟ فقد يا إما اكتسب، بعد الفقد أو الاكتساب بيكتمل، صح كده؟ بس للأسف حتى الآن الصف الثاني الإعدادي روشان، ممكن ان شاء الله باذن الله تلاقي على الصفحه بتاعتي مذكرات لتاني اعدادي باذن الله. يعني الفكره كلها ان انا مضغوط فما عنديش وقت ان انا ادي محاضرات تاني اعدادي. ماشي يا جماعه، يبقى كده الذره مستوى الطاقه الخارجي لها غير مكتمل، بينما الايون بعد الفقد او الاكتساب بيكتمل طبيعي، صح كده؟ تمام. نخش بقى على مين؟ على العناصر
الخامله. العناصر الخامله دي يا جماعه عناصر ولا بتدخل في تفاعل ولا بتفقد ولا بتكتسب. ان شاء الله في اخر المحاضره يا شباب باذن الله. طالما هي لا بتفقد ولا بتكتسب يبقى اكيد لا تدخل في اي تفاعل كيميائي. عناصر كده مريحه دماغها من الاخر زي ما بيقولوا يعني. قاعدين كده مع نفسهم لا بيفقدوا ولا بيكتسبوا، تمام؟ طيب سؤال بيقول لك علل توجد العناصر الخامله في صوره ذرات مفرده ليه؟ لاكتمال مستوى الطاقه الخارجي لها بالالكترونات. بص هقول لكم على حاجه، اي سؤال يجي لك في العناصر الخامله قول له لاكتمال مستوى الطاقه الخارجي لها بالالكترونات، او لان مستوى الطاقه الخارجي لها مكتمل بالالكترونات، تمام؟ ماشي يا جماعه؟ تعالوا بقى ندخل على ايه؟ ندخل على الرابطه الايونيه والرابطه التساهميه. الرابطه الايونيه خلينا متفقين انها بتنشا بين عنصر بيفقد وعنصر بيكتسب، يعني بين عنصر فلز بيفقد وبين عنصر لا فلز بيكتسب. بعد ما ده طبعا بيفقد وده بيكتسب بيحصل بينهم تجاذب كهربي، تمام؟ يبقى بيحصل تجاذب كهربي بين الايون الموجب وبين الايون السالب فتتكون الرابطه الايونيه، تمام؟ يبقى لازم عنصر يفقد وعنصر يكتسب. زي اللي هيفقد مثلا هنا الصوديوم ان ايه؟ ان ايه 11 يعني 2 8 1 صح؟ هيفقد الواحد مين اللي هياخده منه؟ الكلور سي ال 17 يعني 2 8 7 هو عايز واحد ويكتمل، صح كده يا جماعه؟ وزي برضو الام جي او ام جي 12 يعني 2 8 2 مع 2 عايز يفقدهم. طيب الاكسجين او 8 وزع كده 2 6 2 6 يعني فاضل له 2 2 ويكتمل، صح كده يا جماعه؟ 2 ويكتمل بالظبط. طيب سؤال عالي يا جماعه بيقول لك لا تنشا الرابطه الايونيه بين فلزين. طبيعي الاثنين الفلز بيفقد، ينفع تنشا بين واحد بيفقد وواحد برضه بيفقد؟ ما ينفعش، لازم تنشا بين عنصر بيكتسب وعنصر بيفقد. يبقى لا تنشا الرابطه الايونيه بين فلزين لان كلاهما ايون موجب. ندخل بقى على الرابطه التساهميه. الرابطه التساهميه ده يا جماعه لازم تنشا بين فلزين. لازم تنشا بين فلزات، يعني مفيش واحد بيفقد ومفيش واحد بيكتسب، تمام؟ يبقى الرابطه التساهميه رابطه تنشا بين ذرات العناصر اللا فلزه عن طريق مشاركه كل ذره بعدد من الالكترونات. ليه بقى؟ ايه السبب؟ لاكتمال مستوى الطاقه الخارجي بالالكترونات. طيب انا عندي ثلاث انواع من الرابطه التساهميه، احاديه او ثنائيه او ثلاثيه. لو الذره شاركت بالكترون واحد يبقى احاديه زي الهيدروجين، لو الذره شاركت بالكترونين يبقى ثنائيه، لو شاركت بثلاثه يبقى ثلاثيه، تمام كده يا جماعه؟ هندخل على المركبات الكيميائيه. التكافؤ يا جماعه زي ما قلنا، لو انت عايز تعرف تكافؤ اي عنصر وليكن ال ان ان 11 المفروض يا جماعه نحفظ العدد الذري لانه مهم جدا. هنوزع، برافو يا شباب، تمام. هنوزع 2 ال 11 هنوزعها 2 8 1. هو عايز يفقد كام يا جماعه؟ عايز يفقد واحد يبقى احادي. طيب يبقى ده احادي. طيب تعالوا نشوف السي ال 17 اهو ده لا فلز 2 8 7 ده عايز كام ويكتمل يا جماعه؟ عايز يكتسب الكترون واحد ويكتمل اهو. يبقى اللي بيفقد واحد احادي واللي بيكتسب واحد احادي مع ان ده فلز وده لا فلز، تمام؟ اللي بيفقد اثنين او بيكتسب اثنين ثنائي، اللي بيفقد ثلاثه او بيكتسب ثلاثه ثنائي. يبقى خد بالك الفلزات لو كان في مستوى الطاقه الاخير الكترون واحد احادي، لو في مستوى الطاقه الخارجي الكترونين ثنائي، لو في مستوى الطاقه الخارجي ثلاثه ثلاثي. طب لكن اللي في الفلزات يا جماعه اللي هي في مستوى الطاقه خمسه او سته او سبعه هتعرف التكافؤ ازاي؟ هنطرح من ثمانيه يا جماعه. 8 ناقص 5 3 يبقى ثلاثي، 6 8 ناقص 6 2 يبقى ثنائي، 8 ناقص 7 ها احادي،
متفقين يا جماعه؟ انا بعرف التكافؤ عن طريق التوزيع. طيب قلنا التكافؤ هو عدد الالكترونات التي تفقدها او تكتسبها او تشارك بها الذره اثناء التفاعل الكيميائي. تمام. طبعا هنا في رموز العناصر انا حاططها في المذكره الثانيه، وان شاء الله هنزل لكم ورقه فيها رموز العناصر مع العدد الذري لكل عنصر. تمام. طبعا اتفقنا ان في عناصر ليها اكثر من تكافؤ زي الحديد. الحديد الثنائي اسمه حديدوز، والحديد الثلاثي اسمه حديديك. تمام. طيب لما يجي لك بقى سؤال علل يقول لك ايه معايا يا جماعه؟ في سؤالين علل بيقول لك المغنيسيوم ثنائي التكافؤ. بكل بساطه انا اتخيل في دماغي ده رمز المغنيسيوم ايه؟ ام جي، عدد الذري 12. اوزع كده في دماغي الام جي، الام جي 12 ايه؟ ام جي 12. تعالوا نوزع مع بعض يا جماعه. 2 8 2. برافو يا شاذ. تمام. 2 8 2. لما يدخل التفاعل الكيميائي يا جماعه هيفقد الاثنين دول، صح كده؟ يبقى اذا تكافؤه ايه؟ تكافؤه ثنائي. اذا اقول لك المغنيسيوم علل لما ياتي، المغنيسيوم ثنائي التكافؤ لانه يميل لفقد الكترونين اثناء التفاعل الكيميائي، صح كده يا جماعه؟ طيب لما اقول لك الكلور احادي التكافؤ، احادي ليه؟ لانه يميل لاكتساب الكترون اثناء التفاعل الكيميائي. تمام؟ طيب خدنا بقى المجموعه الذريه، وقلنا المجموعه الذريه دي عباره عن مجموعه عناصر مرتبطه مع بعضها، مرتبطه يعني ذرات كده مع بعضها مرتبطه، لا توجد في حاله انفراد ابدا ولها تكافؤ واحد خاص بها. تمام. زي ايه؟ قلنا الهيدروكسيد او اتش، والنترات ان او 3، والنيتريت ان او 2، والكربونات سي او 3، والبيكربونات اتش سي او 3، والكبريتات اس او 4، والفوسفات بي او 4، والامونيوم. وقلنا هو المجموعه الوحيده الموجبه الامونيوم ان اتش 4. تمام. يبقى يا جماعه المجموعه الذريه ايه تعريفها؟ هي مجموعه من الذرات مرتبطه مع بعضها لها تكافؤ واحد وتسلك في التفاعل الواحد سلوك الذره الواحده ولا توجد في حاله انفراد. تمام. صيغه كيميائيه تعريفها هي صيغه رمزيه تعبر عن نوع وعدد الذرات في الجزيء. تمام. طبعا يا جماعه اتعلمنا ازاي نكتب صيغه كيميائيه. حد عنده مشكله في كتابه الصيغه الكيميائيه يا جماعه؟ كلنا بنعرف نكتب صيغه اكيد، صح كده؟ طب اللي عنده مشكله يا جماعه يرفع ايده كده. تمام. عندك مشكله يا اطراف في كتابه الصيغه الكيميائيه وانا بتلخبط؟ طيب ماشي. بص يا جماعه هنكتب مع بعض دلوقتي الصيغه الكيميائيه لاي مركب، وليكن مركب زي ال ان ايه مثلا، ان ايه كربونات كربونات الصوديوم. ماشي. احنا عايزين مركب برضو يلم الايه، لما اقول لك في الامتحان اكتب الصيغه الكيميائيه لمركب كربونات الصوديوم، ركزوا معايا يا جماعه عشان هنكتب مثال واحد كربونات صوديوم. جالك في الامتحان سؤال بيقول لك اكتب الصيغه الكيميائيه لمركب كربونات صوديوم، كل اللي انا بعمله يا جماعه ان انا بكتب الصيغه بالعربي، صيغه لفظيه هي بالعربي، تحت كل اسم بالعربي بكتب الرمز بتاعه. بكتب ايه؟ الرمز بتاعه. نبتدي من الشمال، الصوديوم رمزه ايه؟ ان ايه، صح كده؟ ان ايه. طيب الكربونات، الكربونات دي انا عارف انها مجموعه ذرية. لا لا لا، مش كربون ابراهيم، كربونات، كربونات في الف وت في الاخر، يعني دي مجموعه ذريه. ايه رمز الكربونات؟ سي او 3، مجموعه ذريه مرتبطه مع بعضها. تمام. كتبت تحت كل اسم الرمز بتاعه، تحت كل اسم ايه؟ الرمز بتاعه. كل اللي انا هعمله هكتب تحت كل رمز التكافؤ بتاعه، كل رمز ايه؟ التكافؤ بتاعه. طب انا مستر اعرف التكافؤ منين؟
صدهم ان 11 في دماغي كده لما اجي اوزعه 2 8 1 في مستوى الطاقه الخارجي 1 يبقى هو حادث صح كده. طيب الكربونات CO3 انا عارف ان تكافؤ الكربونات ثنائي، بكتب تحتيها ثنائي. في مشاكل يا جماعه لحد دلوقتي؟ انا كتبت اسم المركب بالعربي وتحت كل اسم الرمز بتاعه وتحت كل رمز التكافؤ بتاعه. بعمل مقص بقى يا جماعه، بودي دي هنا، الاثنين بجيبها هنا، والواحد بجيبه هنا. نكتب بقى الصيغه من اول وجديد، نكتب الان ايه طالعه بكام الان يا جماعه بعد ما عملنا مقص؟ طالعه بكام؟ طالعه باثنين بعد ما عملنا مقص، طالعه باثنين. طب السي او 3 نكتبها سي او 3 طالعه بكام؟ بواحد. يبقى الصيغه النهائيه الواحد ما بيتكتبش طبعا، الصيغه النهائيه ان اي 2 سي او 3. في اي مشاكل يا جماعه؟ طيب هنكتب صيغه كمان، صيغه كمان بس عشان ايه؟ عشان الموضوع يثبت. لما يقول لي اكتب الصيغه الكيميائيه، اكتب الصيغه الكيميائيه لمركب اكسيد المغنيسيوم، اكسيد المغنيسيوم بكتب الاسم بالعربي، متفقين؟ اكسيد المغنيسيوم ماشي يا جماعه، اكسيد المغنيسيوم تحت كل اسم بالعربي بكتب الرمز بتاعه. طيب رمز المغنيسيوم ايه؟ ام جي، ام جي. رمز الاكسجين الاكسيد اللي هو الاكسجين طبعا او، بكتب او بس يا ابراهيم، ما بكتبش او 2، بكتب الرمز بس. طيب تحت كل رمز بكتب التكافؤ بتاعه، انا عارف ان الام جي، ام جي 12 يعني 2 8 2 يعني تكافؤه ثنائي صح كده يا جماعه؟ ثنائي. الاكسجين او 8 يعني 2 6 يعني هيكتسب 2 ثنائي برضه صح كده؟ ثنائي. بجيب الاثنين هنا بعمل مقص واجيب الاثنين هنا. طيب في عامل مشترك هنا يا جماعه، انا عندي 2 و2 يقبلوا الاسم على الاثنين ولا ما يقبلوش؟ يقبلوا الاسم ولا ما يقبلوش؟ يقبلوا على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الواحد، والواحد ما بيتكتبش صح كده؟ يبقى الصيغه النهائيه ام جي او صح كده يا جماعه؟ دي الصيغه النهائيه. اتفهمت يا جماعه ولا في مشكله؟ تمام يا اسراء ولا ايه؟ تمام ابراهيم؟ حد عنده مشاكل يا جماعه؟ طيب تعالوا يا جماعه نشوف بقى ازاي بنحسب. بيقول لك الصيغه الكيميائيه هي صيغه توضح عدد ونوع الذرات. ليه مش كتبنا او 2؟ لان احنا بنكتب عدد الذرات يا ابراهيم، مش ما بنكتبش جزيئ. نكتب الذره ابراهيم مش الجزيء. طيب يعني الذره ابراهيم اللي هي او، مش الاكسجين ذره واحده او. طب لكن او 2 ده جزيء بيتكون من ذرتين صح كده؟ طيب قلنا يا جماعه ان احنا صيغه كيميائيه بتوضح عدد ونوع الذرات. طيب لما يجي مثلا نجيب حاجه صعبه كده يا جماعه، هنجيب بيكربونات الالومنيوم، بيكربونات الالومنيوم. لما يقول لك وضح عدد ونوع الذرات، طيب انا هوضح الاول نوع الذرات. يعني عندك كام ذره هنا؟ انا عندي اي ال الامونيوم واحد صح كده؟ والاتش هيدروجين يبقى كده اثنين، والكربون ثلاثه، والاو اربعه، يبقى عندي اربع ذرات صح كده يا جماعه؟ اربع ايه؟ يبقى نوع الذرات كم ذره يا جماعه؟ أربع ذرات. لكن عدد الذرات يا جماعة، تعالوا نعد بقى عدد الذرات يا جماعة. أي ال داخلة بواحدة، أي ال أهي مش كاتب جنبها أي رقم. لكن خد بالك بقى من حاجة، أنت عندك التلاتة اللي مضروبة في القوس كله، مضروبة في القوس كله، خد بالك مش مضروبة في الأو ولا السي، في القوس كله. طيب تعالى نعد اللي جوه ونضربه في أربعة. إحنا كده عرفنا إن إحنا معانا أي ال، أدي ذرة، وأدي واحد اتنين وتلاتة خمسة. ثانية واحدة يا جماعة، معايا يا جماعة؟ قلنا دلوقتي عرفنا ان احنا معانا لما نيجي نحسب عدد الذرات بنقول احنا عندنا الاي ال بواحد اهي صح كده؟
القوس بقى احسبه ازاي؟ عد اللي في القوس واضربه في الرقم اللي بره القوس، تمام؟ طيب انا عندي الاتش واحد، اتنين الكربون، بس عندي تلاتة اكسجين، يبقى اتنين وتلاتة خمسة، خمسة اضربهم في تلاتة بخمستاشر، خمسة في تلاتة بكام؟ بخمستاشر، وانت معاك واحدة اي اللي بره يبقى ستاشر، يبقى عدد الذرات كام يا جماعة؟ 16، تمام؟ ما تتلخبطش في الحتة دي يا جماعة. طيب ندخل بعد كده على انواع المركبات. ممكن تايد، ماشي حاضر يا اشرف. بص يا جماعه، احنا قلنا عشان نحسب عدد، عشان نحسب عدد نوع الذرات بنحسبه ان احنا بنعرف كام عنصر موجود عندي، كام عنصر موجود عندي، وليكن انا عايز احسب مطارات النحاس دي، مطارات النحاس، نشتغل على عنصر تاني، مركب تاني، مطارات النحاس، هحسب، عايز اوضح نوع الذرات عندي كام عنصر، ادي السيو نحاس، وعندي النيتروجين يبقى كده اتنين، وعندي اكسجين، هل في عناصر تانية يا جماعه؟ لا، يبقى عندي ثلاث عناصر، ثلاث عناصر نحاس ونيتروجين واكسجين، يبقى ثلاث عناصر. طب عدد الذرات يا جماعه، تعالى نعدهم بقى مع بعض. انا عندي ذره نحاس واحده، تمام، لكن عندي قوس او مجموعه ذريه مرتبطه مع بعضها، بحسب اللي جوه القوس واضربه في الرقم اللي بره القوس، تمام. جوه القوس عندي كام؟ ذرة نيتروجين واحد، وعندي تلاتة أكسجين، تلاتة وواحد أربعة، أربعة أضربها في الاتنين اللي بره القوس، أربعة في اتنين بتمانية، تمانية وأنا عندي ذرة نحاس أهي بره، يبقى تسعة، صح كده يا جماعة؟ يبقى تسع ذرات، في مشكلة يا شذا؟ تسع ذرات، وصلت يا جماعة الفكرة دي ولا إيه؟ تمام. طيب انواع المركبات يا جماعه، احنا قلنا العلماء قسموا المركبات دي لاربع انواع، احماض وقلويات واكاسيد واملاح، تمام. قلنا الحمض بيبتدي باتش، الحمض بيبدا بهيدروجين، صح كده، زي الاتش سي ال، اتش ان او 3، اتش اتش 2 او 4، كل الاحماض بتبدا معايا باتش. الاحماض يا جماعه طعمها لاذع زي الليمون كده، كمان الحمض بيحمر صبغة عباد الشمس، يبقى قلنا حمض يحمر، حمض يحمر، احفظها كده، تمام. اي سؤال يجي لك في الاحماض بقى يقول لك ايه، علل لما ياتي، الاحماض تحمر صبغة عباد الشمس، ليه؟ لانها تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروجين الموجبه، دي اجابه كل اسئله الاحماض عندك، تمام. اي سؤال يجي لك في الاحماض، صوت بيقطع، اعمل ريفريش يا محمد. اي سؤال يجي لك في الاحماض يا جماعه قول له لانها تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروجين الموجبه، تمام. طيب الحمض يا جماعه اتش يبدا معايا باتش وبيرتبط، يا اما هو طبعا الاتش ده موجب، تمام كده، هيرتبط بايه؟ هيرتبط بحاجه سالبه. ايه السالب اللي عندك يا جماعه؟ يا اما مجموعه ذريه سالبه زي الاس او 4، طبعا بنحط اثنين جنب تحت الاتش لان الاس او 4 ثنائيه، ثنائيه تكافؤ، فبنبادل التكافؤ، الاثنين بتاع الاس او 4 بتروح للهيدروجين، صح كده، والهيدروجين احادي فبيروح للاس او 4 والواحد ما بيتكتبش. ادي ده حمض يا جماعه لانه بيبدا باتش. يا اما يرتبط معايا بلا فلز سالب زي سي ال سالب، اتش سي ال، صح كده يا جماعه، يبقى دي احماض بتبدا معايا باتش، تمام. تعالوا بقى نشوف القلويات. قلويات يا جماعه احنا قلنا الحمض بيبدا باتش، لكن القلويات بتنتهي بو اتش، بتنتهي مش بتبدا، بتنتهي بو اتش، زي ايه؟ زي ان اي او اتش، صح كده، وده هيدروكسيد صوديوم، تمام. زي ايه كمان؟ زي تي اي او اتش، الكل باي 2، حطينا الاثنين جنب الاو اتش لانها تكافؤ الكالسيوم، تمام، صح كده يا جماعه. طيب طبعا هيدروكسيد هيدروكسيد الصوديوم قلوي لانه بينتهي بو اتش، تمام، وسي اي او اتش الكل باي 2، ده ماء الجير يا جماعه، ده صيغه ماء الجير، هيدروكسيد كالسيوم،
طيب القلويات يا جماعه، ايه بقى خواص القلويات عندي؟ القلوي اول حاجه عرفنا ان هو بينتهي ب او اتش، كمان طعمه قابض، يبقى القلويات طعمها قابض. تمام. القلويات يا جماعه بتزرق صبغه عباد الشمس، يبقى الحمض يحمر قلوي يزرق. تمام. طيب ايه بقى امثله ال، في كمان اي سؤال يا جماعه يقول لك مثلا علل لما ياتي، القلويات تزرق صبغه عباد الشمس. نعم ابراهيم، تقول له لا، بسبب وجود ايون الهيدروكسيد السالب او لانها تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه. اي سؤال يجي لك في القلويات قول له بسبب وجود ايون الهيدروكسيد السالب، وانا لما اقول تزرق ورقه طعمها الشمس. بص يا جماعه، انا قلت لكم في الحلقه الاولى ان صبغه عباد الشمس ده دليل من الادله، ده سائل يا جماعه مش ورق عباد الشمس اللي هو بيبقى بيتزرع يعني، لا لا، ده دليل من الأدلة، بيتغير لونه على حسب الوسط اللي هو موجود فيه. تمام؟ ما تفهموش إن عباد الشمس ده اللي هو الورق اللي موجود في الأرض يعني، اللي هو لا طبعا، ده دليل من الأدلة، عبارة عن سائل يا جماعة. ماشي، الفكرة كلها يا جماعة، لا، صبغة عباد الشمس ده دليل من الأدلة، بيتغير لونه، كانت لونها أحمر كده. انا عايز اوصل لكم الفكره بس يا ابراهيم، ان اي صبغه لما تدخلوا جامعه ان شاء الله هتفهموا ان صبغه عباد الشمس ده دليل من الادله. تمام؟ بيتغير لونه على حسب الوسط اللي هو موجود فيه. عامه في عندك ثلاث مركبات يا جماعه، زي هيدروكسيد الصوديوم ليه قلوي. هيدروكسيد الصوديوم يا جماعه ليه قلوي. عبد عارف ليه قلوي يا جماعه؟ لانه دي حاجه، بس احنا قلنا القلوي بينتهي ب او اتش، يعني لانه موجود فيه مجموعه الهيدروكسيد السالبه. تمام؟ هيدروكسيد الصوديوم يا جماعه ان اي او اتش ده اسمه الصودا الكاويه. عندك هيدروكسيد بوتاسيوم اسمه البوتاسا الكاويه. تمام؟ عندك هيدروكسيد كالسيوم اللي هو ماء الجير سي اي او اتش الكل باي 2. اي سؤال يجي لك في الاحماض قول له لانها تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروجين الموجبه. اي سؤال يجي لك في القلويات قول له لانها تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه. معايا يا جماعه؟ هو الاكاسيد. اكاسيد من اسمها كده موجود فيها اكسجين، يبقى الاكسجين ده يا اما يرتبط بعنصر فلز او عنصر لا فلز. لو ارتبط بعنصر فلز بسميها اكاسيد فلزيه، لو ارتبط بعنصر لا فلز بسميها اكاسيد لا فلزيه. تمام؟ طيب خدوا بالكم بقى من حاجه مهمه جدا. انا عندي دلوقتي لما يقول لي ال ان اي 2 او، ناس بتتلخبط يا جماعه في التكافؤ، انا بكتب هنا ليه ما كتبتش ان اي او على طول؟ لان الاكسجين ثنائي والصوديوم احادي. تمام؟ فانا بدلت التكافؤات. تمام؟ عشان ما حدش يتلخبط يا جماعه. السي او 2 ليه كتبت الاثنين تحت الاو؟ لان الاثنين دي اصلا مش بتاعه الاو، الاثنين دي بتاعه الكربون. صح كده؟ الاثنين دي بتاعه الكربون، احنا بدلنا التكافؤات، صح كده؟ ثاني اكسيد الكربون. بالظبط، احنا بنبدل التكافؤات يا اسراء. تمام. ثالث حاجه يا جماعه اللي هي الاملاح، هناخد الاملاح. بصوا بقى، الاملاح دي يا جماعه موجوده فين؟ موجوده في القشره الارضيه او موجوده في مياه البحار والمحيطات، مش موجوده في المياه اللي بنشربها اكيد، المياه اللي بنشربها دي مفروض انها مياه نقيه يعني. فبالتالي الملح ده يا جماعه بيتكون من جزئين، جزء موجب وجزء سالب، يعني شق موجب وشق سالب. تمام؟ الشق الموجب زي ما قلنا وشرحنا قبل كده يا جماعه، يا اما هيكون فلز موجب او مجموعه ذريه موجبه. طب اكيد الموجب هيرتبط بالسالب. الفلز الموجب لو كان عندي مثلا فلز، عندي فلز موجب زي الان ايه، اكيد هيرتبط بحاجه سالبه. ايه السالب اللي عندي؟ ممكن يبقى يرتبط بلا فلز سالب، يبقى كون لي ملح كلوريد الصوديوم، ملح الطعام.
يا اما الفلز الموجب ده اللي هو ان ايه يرتبط بمجموعه ذريه سالبه ان ايه سي او 3، طبعا بضيف 2 هنا عشان بنبادل التكافؤ، تمام، كربونات صوديوم. طيب يبقى كده عرفنا ان الملح الملح بيتكون من شقين، شق موجب وهو الفلز الموجب او المجموعه الذريه الموجبه، وشق سالب وهو اللا فلز السالب او المجموعه الذريه السالبه. يا اما تكون عندي ايه مجموعه ذريه موجبه وانا عندي مجموعه ذريه موجبه واحده اللي هي ايه ان اتش 4 امونيوم، اكيد هيرتبط بلا فلز سالب او مجموعه ذريه سالبه. مين اللا فلز السالب؟ ممكن يرتبط بسي ال زيه زي الصوديوم بالظبط اهو، تمام، كلوريد الامونيوم. يا اما المجموعه الذريه الموجبه دي اللي هي ان اتش 4 هترتبط بايه بقى؟ دي مجموعه ذريه موجبه، اكيد هترتبط بمجموعه ذريه سالبه ان اتش 4 مثلا ان او 3 صح؟ ان اتش 4 ان او 3. في مشاكل يا جماعه؟ نترات الامونيوم مش فاهمة. بصوا يا شباب، عامة أنا سيبها لكم يا جماعة كده، الحتة دي مهمة يا جماعة. أنا عندي الملح ده، الملح يتكون من جزء موجب وجزء إيه؟ وجزء سالب، صح كده؟ جزء موجب وجزء سالب. تعالوا بقى نشوف الموجب اللي عندنا. احنا عندنا اثنين موجب واثنين سالب. مين الاثنين الموجب؟ يا اما فلز موجب او مجموعه ذريه سالبه. مين السالب اللي عندي؟ يا اما لا فلز سالب يا اما مجموعه ذريه سالبه. تعالوا نشوف الفلز الموجب اهو. مين الموجب اللي عندي؟ ادي الموجب وادي السالب. مين الموجب اللي عندي؟ حاجتين، يا اما فلز موجب يا اما مجموعه ذريه موجبه، صح كده يا شذا ولا ايه؟ مجموعه ذريه موجبه. تعالي بقى نكتب هنا ايه الفلز الموجب. مين الفلز الموجب؟ اي فلز موجب عندي وليكن ال ان اي موجب. طيب ال ان اي موجب هيرتبط مع ايه؟ يا اما هيرتبط مع لا فلز سالب يا مجموعه ذريه سالبه. طيب تعالي نفعله مره مع لا فلز سالب تي ال، ومرة مع المجموعة الذرية السالبة ان ايه ان او 3. مش الان او 3 دي مجموعة ذرية سالبة اهو. يبقى ده ملح. ليه ملح؟ لانه بيتكون من ايون موجب وايون سالب، او هنا ايون موجب ومجموعة ذرية سالبة، صح كده؟ طب المجموعة الذرية الموجبة دي يا جماعة زي ايه؟ ال ان اتش 4 مش دي مجموعة ذرية موجبة؟ اعملي ريفرش يا مريم. المجموعة الذرية الموجبة يا جماعة NH4، NH4 هترتبط بإيه؟ هترتبط ب يا إما برضه نفس الكلام زي الموجب بالظبط، يا إما لا فلز سالب يبقى NH4 Cl، يا إما مجموعة ذرية سالبة عشان هي موجبة يبقى NH4 NO3. يبقى الملح بيتكون من شق موجب وشق سالب. الشق الموجب يا اما يكون فلز موجب او مجموعه ذريه سالبه او مجموعه ذريه موجبه. الشق السالب يا اما يكون لا فلز سالب او مجموعه ذريه سالبه. في مشاكل يا شذا ولا ايه؟ حد عنده مشاكل يا جماعه؟ لا طبعا. طيب يا جماعه نكمل. قلنا الاملاح عندي بتتكون من جزئين، جزء موجب وجزء سالب. طب ايه اهم الاملاح اللي عندي بقى؟ انا عندي املاح مشهوره جدا، وهي اول ملح عندي كلوريد الصوديوم يا جماعه، كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام اللي عندنا في المطبخ، تمام. كبريتات النحاس المائيه اللي هي ملح التوتيا الزرقاء، ملح التوتيا الزرقاء اللي هي ايه CuSO4.5H2O. عندي نترات الصوديوم اللي هي ملح بارود شيلي ان اي نو 3. كربونات كالسيوم يا جماعه اللي هو الحجر الجيري، تمام، اللي هو سي اي
سي او 3 ضيعنا الاثنين مع بعض بتوع التكافؤ. طيب انا عندي الاملاح دي يا جماعه طبعا بتختلف عن بعضها في اللون والطعم والرائحه وكمان في درجه الذوبان في الماء. في املاح بتذوب في الماء واملاح لا تذوب. الاملاح اللي بتذوب في الماء زي كلوريد الصوديوم وملح الطعام، كبريتات بوتاسيوم، نترات كالسيوم، كبريتيد صوديوم. طب الاملاح التي لا تذوب كلوريد فضه، انا كده من نظر كده يا جماعه، هي الفضه بتدوب في الميه؟ لا. طب يوديد الرصاص؟ لا. كبريتات رصاص؟ لا. كربونات مغنيسيوم لا تذوب في الماء، تمام؟ هندخل بقى يا جماعه على ايه؟ هندخل على المعادله الكيميائيه والتفاعل الكيميائي. قلنا ان التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة. زي ايه؟ المعادلة الشهيرة بتاعتنا يا جماعة اللي هي معادلة ايه؟ معادلة تكوين اكسيد المغنيسيوم. تمام؟ دي المعادلة بتاعتنا يا جماعة. عشان اكون اكسيد مغنيسيوم لازم يحصل كسر في الروابط بين ذرات الاكسجين. كل ذره اكسجين ترتبط بذره مغنيسيوم، تمام؟ فبالتالي يحصل كسر هنا في الرابطه التساهميه اللي موجوده بين ذرات الاكسجين. هتتكون عندي رابطه ايه؟ هتتكون عندي رابطه ايونيه جديده بين المغنيسيوم الموجب وبين الاكسجين السالب. يبقى هنا حصل كسر في الاكسجين في المتفاعلات وتكوين روابط جديده في النواتج. صح كده؟ يبقى تعريف التفاعل الكيميائي كسر الروابط بين ذرات جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده بين ذرات جزيئات المواد المتفاعله. بالظبط. مش موجود. طيب ممكن نعمله كده كده. تمام. هنشوف بقى يعني ايه معادله كيميائيه. شايفين يا جماعه الرموز اللي احنا كتبناها عن بدل ما كتبنا مثلا تفاعل المغنيسيوم مع الاكسجين في وجود حراره لتكوين اكسيد المغنيسيوم، بدل ما نقول المعادله اللفظيه دي احنا بنعبر عنها برموز. يعني انا كتبت رمز ايه؟ رمز المغنيسيوم ام جي ورمز الاكسجين او 2، كون لي رمز اكسيد المغنيسيوم ام جي او. يبقى المعادله الكيميائيه هي مجموعه من الرموز والصيغه الكيميائيه للمواد الداخله في التفاعل والمواد الناتجه من التفاعل، وتحمل شروط التفاعل ان وجدت. شروط التفاعل ايه؟ انا شريط مغنيسيوم عشان يكون لي اكسيد مغنيسيوم لازم احرقه في وجود الاكسجين. طيب احرقه يعني انا هستخدم حراره، يبقى لازم اكتب على السهم ده شروط التفاعل. ايه شرط التفاعل؟ حراره، وجود حراره. المثلث ده معناه ان التفاعل حصل في وجود حراره، تمام؟ في تعليل بيقول لك يشترط ان تكون المعادله الكيميائيه موزونه. ليه؟ حتى يتحقق قانون بقاء الماده. هناخد دلوقتي قانون بقاء الماده يا جماعه بعد شويه. وهناخد كمان قانون النسب الثابته. حد فاكر يا جماعه قانون بقاء الماده دول ايه؟ طب حد فاهم قانون بقاء الماده يا جماعه؟ او قانون النسب الثابته؟ في ناس بتتلخبط بين قانون بقاء الماده وقانون النسب الثابته. الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم. انا بتلخبط. انا عارف. هقول يا جماعه مش عايزين نحفظ، احنا عايزين نفهم. برافو عليك يا شيخ. تمام. مجموع كتل المواد الداخله في التفاعل تساوي مجموع كتل المواد الناتجه من التفاعل. يعني ايه الكلام ده؟ نركز بقى شويه في الكلام اللي هقوله دلوقتي. برافو يا ابراهيم. تمام. يعني انا مثلا عندي الكتله الذريه للمغنيسيوم 24،
أربعة وكام؟ وعشرين. وعندي الكتلة الذرية للأكسجين 16، تمام؟ هينتج عندي إيه؟ هينتج عندي مغنيسيوم وأكسجين، 24 برضو مغنيسيوم و16 أكسجين. في مشاكل يا جماعة؟ طيب أنا دلوقتي عايز أطبق قانون بقاء المادة، وهو مديني الكتل دي. طيب ذرة المغنيسيوم الواحدة ب24، طب هي داخلة بكام؟ داخلة ب2، يعني 2 في 24 زائد زي المعادلة بالظبط. ذرة الأكسجين الواحدة ب16، طب هي داخلة بكام؟ داخلة ب2، يعني 2 في 16. تمام، 2 في 16 ب32، 32 زائد 2 في 24 بكام؟ 48. 32 و48 هتساوي 80 جرام. يبقى أنا كده طلعت المتفاعلات ب 80 جرام. لازم يطلع معايا النواتج بكام؟ برضه ب 80 جرام، اللي أنا دخلت بيه أخرج بيه. تمام؟ طب أنا دخلت هنا، تعالى نحسب. الأكسجين ب 16 زائد، حط زائد، المغنيسيوم ب 24، طب هما الاثنين دول على فكرة مضروبة في المغنيسيوم وفي الأكسجين. يعني الاثنين مضروبة في كل اللي وراها. يبقى احط قوس كده واضرب الكل في 2. طيب 16 زائد 24 كام؟ 40. بس ال 40 دي مضروبه في كام بره؟ ال 40 مضروبه في كام؟ ال 40 مضروبه في 2. 40 في 2 هيساوي 80 جرام. الله، طب ما طلعت يا جماعه اهي 80 جرام في النواتج، وانا اصلا داخل برضه ب 80 جرام. يعني حققنا يعني مجموع كتل المواد الداخله تساوي مجموع كتل المواد الناتجه. يبقى انا اذا حققت قانون بقاء الماده. هو ده قانون بقاء الماده يا جماعه بكل بساطه. حد عنده اي مشكله فيه؟ تمام. قانون النسب الثابته، ناس كتير قوي بتتلخبط بين قانون النسب الثابته وقانون بقاء الماده. قانون النسب البقاء المادة، احنا هنا شفنا المتفاعلات بكام وشفنا النواتج بكام. في قانون النسب الثابتة انا بشوف نسبة كل عنصر او كل ذرة في المتفاعلات دي بكام، ماليش دعوة بالنواتج. انا بشوف المغنيسيوم والاكسجين نسبتهم لبعض كام عشان يكون لي اكسيد مغنيسيوم. تمام، بشوف نسبة، يعني بنسبة 1 الى 2 2 الى 3 وهكذا. طيب تعالوا نشوف نسبة المغنيسيوم إلى الأكسجين، مين الأكبر؟ المغنيسيوم ولا الأكسجين؟ تعالوا نشوف. المغنيسيوم ب 24 زي ما كتبناها. طب والأكسجين ب 16. المغنيسيوم الواحدة ب 24، طب هي داخلة بكام؟ داخلة ب 2، يبقى أضرب في 2. طب والأكسجين الواحدة ب 16، لكن هي داخلة ب 2، يبقى أضرب في 2. تعالوا بقى إيه؟ نحسب 2 في 16 ب 32، لكن المغنيسيوم 24 في 2 ب 48. يبقى انا عندي كده المغنيسيوم دخل ب 48 والاكسجين داخل ب 32. لا، احنا مش هنجمعهم على بعض، احنا عايزين نشوف نسبه، يعني نسبه المغنيسيوم الى الاكسجين كام. المغنيسيوم 48 والاكسجين 32، طب 32 على ال 16 فيها الاثنين، 48 على ال 16 فيها الثلاثه، يبقى نسبتهم الى بعض 2 الى 3، يعني نسبه الاكسجين الى المغنيسيوم طلعت معايا ب 2 الى 3. هو ده قانون النسب الثابته، بيقول لك ان كل مركب كيميائي يتكون من اتحاد عناصره بنسب وزنيه ثابته، تمام؟ ده الفرق بين قانون بقاء المادة وقانون النسب الثابتة. الموضوع واضح يا جماعة ولا في مشاكل؟ تمام. طب ندخل بقى على ايه؟ أنواع التفاعلات الكيميائية. قلنا إن في أنواع كتير من التفاعلات الكيميائية، أنتوا عليكم نوع واحد فقط وهو تفاعلات الاتحاد المباشر. اتحاد مباشر يا جماعه يعني حاجه هتتحد مع حاجه هتنتج لي حاجه واحده جديده.
يعني مركب يتفاعل مع مركب او عفوا عنصر يتفاعل مع عنصر او عنصر مع مركب او مركب مع مركب لتكوين مركب واحد جديد. يبقى الناتج عندي حاجه واحده بس، تمام؟ طيب تعالوا نشوف تفاعلات الاتحاد المباشر كام نوع. انا عندي الاتحاد المباشر ثلاث انواع، يا اما عنصر مع عنصر، يا اما عنصر مع مركب، يا اما مركب مع مركب. عنصر مع عنصر يا جماعه زي الكربون مع الاكسجين، ادي ده عنصر كربون اهو كامل سي، والاكسجين او 2 يتفاعلوا مع بعض ويتكون عندي ثاني اكسيد الكربون سي او 2. برافو تمام. كمان عنصر مع عنصر زي مغنيسيوم مع اكسجين هيكون لي اكسيد مغنيسيوم ام جي زائد او 2 هيكون لي ام جي او اكسيد مغنيسيوم. طبعا الاثنين دي والاثنين اللي بره دي عشان وزن المعادله. ده كده عرفنا عنصر مع عنصر بيكون لي ايه؟ مركب. طيب عنصر مع مركب اكيد برضه هيكون لي مركب. ايه المركب اللي عندي؟ اول اكسيد الكربون رمزه سي او، تمام؟ مركب لانه بيتكون من ذرات مختلفه. هيتفاعل مع عنصر وهو الاكسجين هيكون لي مركب اللي هو ثاني اكسيد الكربون سي او 2، تمام؟ طيب مركب مع مركب، حد فاكر يا جماعه التجربه لما جبنا انبوبه اختبار وحطينا فيها اتش سي ال مركب حمض كلور الهيدروجين وعرضناها لطاق مبلله بالنشادر تكون لي سحب بيضاء من كلوريد الامونيوم؟ تمام، هي دي بقى التجربه. مركب مع مركب هنجيب النشادر ومفعله مع الاتش سي ال كلوريد الهيدروجين هيكون لي كلوريد الامونيوم NH4Cl. في سؤال بيقول لك علل تكون سحب بيضاء عند تقريب طاق مبلله بمحلول النشادر من فوهه انبوبه بها حمض الهيدروكلوريك المركب. معلش يا ابراهيم. وما ينال المطالب بالتمني. يبقى في سؤال عندنا يا جماعه بيقول لك تكون سحب بيضاء عند تقريب طاق مبلله بمحلول النشادر من فوهه انبوبه بها حمض الهيدروكلوريد. الاجابه يا جماعه بكل بساطه لان النشادر هتتفاعل مع كلوريد الهيدروجين وهتكون مركب كلوريد الامونيوم. تمام؟ يبقى تقول له الاجابه بسبب تكون، يعني لما يجي لك سؤال يقول لك تكون سحب بيضاء عند تقريب طاق مبلله محلول النشادر من فوهه انبوبه بها حمض الهيدروكلوريك المركب، يبقى الاجابه تكون لان النشادر تتفاعل مع كلوريد الهيدروجين وتكون مركب كلوريد الامونيوم. تمام؟ انا ببص للمعادله بعرف الاجابه على طول. قلنا طبعا التفاعلات الكيميائيه يا جماعه زي ما هي مفيده في حياتنا ليها اضرار. طب تعالوا مع بعض نشوف اهميه التفاعلات الكيميائيه. بكل بساطه التفاعلات الكيميائيه بتدخل في كل حاجه في حياتنا. صناعه الغذاء، الصناعات الغذائيه، الادويه، البلاستيك، بطاريات السيارات، الاسمده، يبقى كل حاجه في حياتنا بتدخل فيها التفاعلات الكيميائيه ولكن ليها اضرار. اتفضل يا ابراهيم. لا معلش يا جماعه هي مكتوبه غلط، هي المفروض الوقود، انا هعدلها عندي. الاثار السلبيه اللي هي اضرار التفاعلات الكيميائيه. طبعا اول اكسيد الكربون يسبب الصداع والاغماء والام في المعده وبالوفاه. ثاني اكسيد الكربون يسبب رفع درجه حراره الجو. وقلنا ان هو بيعمل عمل الصوبه الزجاجيه. اكسيد الكبريت قلنا بتهيج الجهاز التنفسي وبتسبب تآكل المنشآت. اكاسيد النيتروجين تنتج عادة من حدوث البرق وتسبب تهيج في الجهاز العصبي والتهاب العين. طبعا في الفحم والالياف السيلوزيه بتسبب تلوث الهواء وسرطان الرئه. طيب عايزين نسأل بقى يا جماعه كده، عايزين نسأل مع يا جماعه. مين عايز يتسال؟ تمام. وصلتوا في المدرسه لحد فين يا جماعه؟
مين خد الحركة الدورية والموجية و... خد القصور الذاتي؟ أول واحدة بس. طيب ماشي يا جماعة، في امتحان أنا كنت عامله لمجموعة عندي فهنحله مع بعض، تمام؟ طب مبدئيا يا جماعة، حد عنده أي سؤال في الوحدة الأولى؟ تمام، حد عنده أي سؤال في الوحدة الأولى؟ تمام يعني؟ طيب نركز يا جماعة في الامتحان ده، وإن شاء الله بإذن الله هنزله برضو على الصفحة بتاعتي. السؤال بيقول لك العنصر الفلزي الوحيد السائل نقط. تمام، يبقى العنصر الفلزي الوحيد السائل هو الزئبق، والعنصر اللا فلزي الوحيد السائل هو البروم. تمام، برافو. طيب في سؤال ذكاء بقى بيقول لك عدد الالكترونات الموجوده في ايون عنصر لا فلزي ثنائي التكافؤ تدور الكتروناته في ثلاث مستويات للطاقه هو كم الكترون يا جماعه؟ انا لا انا بقول لي مفتاح الاجابه فين يا جماعه؟ بقول لك تدور الكترونات ذرته في ثلاث مستويات للطاقه وهو ايه؟ وهو ايون عنصر لا فلز. ده مفتاح الاجابه، ثلاث مستويات للطاقه يا جماعه، هعمل ثلاث مستويات، مش هو بيقول لي تدور الكتروناته في ثلاث مستويات، هعمل ثلاث مستويات وهو عنصر ايه؟ عنصر لا فلز، يعني اكيد هيكتسب. وبيقول لك ثنائي التكافؤ يعني هيكتسب اثنين، هيكتسب اثنين صح كده؟ يبقى احط هنا 8، مش هو هيكتسب اثنين صح كده؟ هيكتسب اثنين يعني وهو ايون يبقى 8، واكمل بقى ايه مستويات الطاقه من اولها، يبقى 2 8 8 2 و8 10 و8 18 يا جماعه، 18 الكترون. حد مش فاهم يا جماعه؟ تمام، انا مفتاح الاجابه يا جماعه بيقول لي ثلاث مستويات، برسم له ثلاث مستويات وبيقول لي ايون عنصر لا فلز ثنائي التكافؤ، لا فلز يعني هيكتسب، وثنائي التكافؤ يعني هيكتسب اثنين، هيكتسب اثنين وهيبقى 8، بحط هنا 8 وبكمل بقى الالكترونات من الاول، مستوى الطاقه الاول بيشيل 2 والثاني بيشيل 8، يبقى 2 8 8 صح كده يا جماعه؟ 2 و8 10 و8 18. في سؤال بيقول لك ماذا يحدث عند تقريب طاق مبلله بمحلول النشادر الى انبوبه بها حمض الهيدروكلوريك المركب؟ تمام قوي، يتكون سحب بيضاء من مركب ايه؟ اسم ايه المركب؟ مركب ايه اللي هيكون في الاخر يا جماعه؟ اسمه ايه؟ يبقى يتكون سحب بيضاء من كلوريد الامونيوم. برافو ابراهيم، كلوريد الامونيوم NH4Cl. حد فاكر المركب ده يا جماعه؟ NH4Cl، يبقى تكون سحب بيضاء من مركب كلوريد الامونيوم. سؤال بيقول لك اختار الاجابه الصحيحه، الصيغه الكيميائيه لكبريتات الالومنيوم Al2SO4 ولا AlSO4 ولا Al2SO4 الكل باي 3؟ ريحه وحشه، هو ده شذا. Al2SO4 الكل باي 3 ولا AlSO4؟ طيب انا بعمل ايه؟ صيغه كيميائيه كبريتات الومنيوم في دماغي كده، بحط تحت كل مركب الصيغه بتاعته وببادل التكافؤات. تمام، انا عندي الاي ال 13 يعني 2 8 3 ثلاثي، الثلاثة بتروح لمين؟ الاس او 4. وعندي الكبريتات ثنائي يعني الاثنين بتروح للاي ال، اذا هيكون اي ال 2 اس او 4 الكل باي 3.
تمام؟ هيكون المركب ده. طيب السؤال بيقول لك عند اشتعال المغنيسيوم في جو من الاكسجين تتكون مادة بيضاء من اكسيد المغنيسيوم ولا كلوريد المغنيسيوم ولا كربونات مغنيسيوم؟ مركز يا جماعة. اكسيد المغنيسيوم، مغنيسيوم مع اكسجين اكيد هيكون لي اكسيد مغنيسيوم. جبت منين الكلور يا ابراهيم؟ ها جبت منين الكلور؟ هو بيقول لك عند اشتعال مغنيسيوم في جو من الاكسجين، يبقى مغنيسيوم واكسجين اكيد هيكون اكسيد مغنيسيوم. طيب عنصر عدده الذري 2 يكون هذا العنصر لا فلز ولا فلز ولا خامل؟ فلز طبعا، في مستوى الطاقه الاخير واحد او اثنين او ثلاثه يبقى فلز. طيب سيبكم السؤال رقم 4 لانه في الوحده الثانيه. بصوا يا جماعه السؤال رقم ب انا هنزله واجب واللي يحله ينزله لي على الصفحه بتاعتي، تمام؟ سؤال رقم ب انا هنزل لكم الامتحان على الصفحه بتاعتي ان شاء الله، واللي يحل طبعا هعمله الامتحان وعايز اجابه السؤال الثاني بقى، يبقى السؤال ده واجب، تمام؟ معايا يا جماعه؟ ده لينك الصفحه بتاعتي على الفيسبوك هتلاقوا عليه كل هتلاقوا عليه كل المذكرات، وطبعا تحلوا لي السؤال رقم ده. في اي مشاكل يا جماعه؟ بالظبط يا ابراهيم. حد عنده اي مشاكل يا جماعه؟ العفو يا شباب، نكمل بقى الامتحان. طب هو عشان الوقت يا ابراهيم احنا ممكن ممكن تحلوا، اللي عايز يحل الامتحان يا جماعه ممكن يبعتوا لي على في المسج كده مع على الصفحه بتاعتي، تمام؟ تمام ماشي يا اطراف. فعامة السؤال اللي رقم ده واجب فيا ريت تحلوه، تمام؟ انا ان شاء الله هنزل كل حاجه دلوقتي على الصفحه بتاعت ابراهيم وهنزل مذكره المراجعه النهائيه، تمام؟ حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ بره ايه هو اللي بره المنهج يا ابراهيم؟ السؤال ده عليكم مش بره المنهج. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.